الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة: يسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية؟ قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر: بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، وهو في السلسلة الصحيحة. قال ابن كثير: الغاشية من أسماء يوم القيامة. قال ابن عباس: وقتادة وزيد، لأنها تغشى الناس وتعمهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: عاملة ناصبة النصارى. رواه البخاري معلقا في صحيحه في كتاب تفسير القرآن. وقال الألباني في مختصر البخاري: وصله ابن أبي حاتم بإسنادين عنه، أحدهما حسن. انتهى. وعن جعفر بن سليمان قال: سمعت أبا عمران الجوني يقول: مر عمر بن الخطاب بدير راهب فناداه: يا راهب يا راهب. قال: فأشرف عليه، فجعل عمر ينظر إليه ويبكي. قال: فقيل له: يا أمير المؤمنين، ما يبكيك من هذا؟ قال: ذكرت قول الله عز وجل في كتابه: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، فذلك الذي أبكاني. قال الحاكم في المستدرك: فإن أبا عمران الجوني لم يدرك زمان عمر، ووافقه الذهبي. انتهى. قلت: وفيه الخضر بن أبان الهاشمي، ضعفه الحاكم والدارقطني كما جاء في موسوعة الحديث. قال مجاهد: عين آنية بلغ إناها وحان شربها. الضريع نبت يقال له الشبرق، تسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس، وهو سم. قال الألباني في مختصر البخاري: وصله الفريابي. قال ابن كثير: تسقى من عين آنية، أي قد انتهى حرها وغليانها. قال ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي. ثم قال: لا تسمع فيها لاغية، أي لا تسمع في الجنة التي هم فيها كلمة لغو، كما قال تعالى في مريم: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. وقال تعالى في الطور: لا لغو فيها ولا تأثيم. ثم قال: نمارق مصفوفة. قال ابن عباس: النمارق الوسائد، وكذا قال عكرمة وقتادة والضحاك والسدي والثوري وغيرهم. وقوله تعالى: وزرابي مبثوثة. قال ابن عباس: الزرابي البسط، وكذا قال الضحاك وغير واحد. ومعنى مبثوثة أي ها هنا وها هنا لمن أراد الجلوس عليها. ثم قال: وإلى الجبال كيف نصبت، أي جعلت منصوبة، فإنها ثابتة راسية لئلا تميد الأرض بأهلها، وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن. وإلى الأرض كيف سطحت، أي كيف بسطت ومدت ومهدت. فنبه البدوي على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه، والسماء التي فوق رأسه، والجبل الذي تجاهه، والأرض التي تحته، على قدرة خالق ذلك وصانعه، وأنه الرب العظيم الخالق المالك المتصرف، وأنه الإله الذي لا يستحق العبادة سواه. عن أنس رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: ثم ولا قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. متفق عليه. قال مجاهد: بمسيطر بمسلط، ويقرأ بالصاد والسين. قال الألباني في مختصر البخاري: وصله الفريابي. وعن جابر رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. متفق عليه.
انتهى قلت قرأ العشرة بمسيطر بالصاد إلا هشام عن ابن عامر فقد قرأها بالسين كما في موقع نون للقرآن وعلومه. إلا من تولى وكفر قلت هو استثناء من قوله فذكر إنما أنت مذكر، والمقصود الإعراض عمن تولى وأبى الاستماع إلى التذكرة، وإلا فتذكير الجميع واجب، وهي كما جاء في سورة عبسة: وأما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وقوله إن إلينا إيابهم هو كقوله في سورة مريم: وإلينا يرجعون، وحساب الله للخلق يوم القيامة هو من لوازم ملكه التام وربوبيته المطلقة ومن مقتضيات تمام عدله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.